السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا. إذا في هذا الفيديو غادي نتكلموا على الطبيعة الكيميائية للخبر الوراثي. دونك الطبيعة الكيميائية للخبر الوراثي. جيد. إذا اللي خصنا نعرفه بأن الـ ADN يعني تمثل الدعامة. دونك الـ ADN تمثل الدعامة الكيميائية للخبر الوراثي. إذا الـ ADN كيتكون من 3 حروف. دونك عندي الـ ADN الـ A. دونك الـ ADN ADN دونك سنعرفو عندي هنايا الـ A، عندي هنايا الـ D، عندي هنايا الـ N. الـ A يعني أسيد، حمض، أسيد. عندي دي ديزوكسي ريبو، ديزوكسي ديزوكسي ريبو. إذا حمض ديزوكسي ريبو، دونك سكر ريبوزي ناقص الأكسجين، يعني سكر ريبوزي ناقص الأكسجين، يعني هي القاعدة. هذا الحمض، هذا الآن نيوكليك نووي، نيوكليك. جيد. إذا غادي ندوزو يعني التركيبة الكيميائية، كيفاش دايره البنية ديال الADN. وكما نعلم بأن الADN يتكون من لولبين ملتفين حول بعضهما متعاكسي القطبية. كيفاش متعاكسي القطبية؟ حنا غادي نشرحو، بمعنى أن 3 بريم 5 بريم، لأن الADN عنده يعني لولبان ملتفان، كاين 3 بريم 5 بريم، وكاين اللولب المتضاد اللي هو 5 بريم 3 بريم. جيد. إذن وكل لولب عبارة عن تعاقب عدة وحدات بنيوية اللي هي النيكليوتيدات. بمعنى أن الـ ADN كل لولب يعني كيتكون من متتالية من النيكليوتيدات، واللولب الثاني يتكون كذلك من متتالية من النيكليوتيدات. إذن خصنا نعرفوا ما معنى النيكليوتيد. إذن النيكليوتيد يتكون من سكر ريبوزي ناقص الأكسجين. إذن تكون عندي سكر ريبوزي ناقص الأكسجين زائد، هذا هو السكر الريبوزي ناقص الأكسجين. أوكي. يتكون لي من ارتباط مع حمض فوسفوري، يتكون مع حمض فوسفوري. ويرتبط مع أحد القواعد الأزوتية. القواعد الأزوتية إما يكون أدينين، إما يكون سيتوزين، إما يكون جوانين، إما يكون تيمين. جوانين، تيمين، أدينين، سيتوزين. إذن كل نيكليوتيد إما يكون عنده أ، إما يكون سي، إما يكون جي، إما يكون تي. باغ إكزومبل نديرو أ. إذا كل نيكليوتيد يعني يتكون من 3 مكونات أساسية. المكون الأول هو الحمض الفوسفوري، ويتكون من قاعدة أزوتية، ويتكون من
سكر ريبوزي. جيد. إذن هذا هو مكون النيكليوتيد. إذن النيكليوتيد هو الوحدة البنيوية للأدن. وعندي هنايا عندي لي كربون، دونك عندي هاد النقط هادو هما لي كربون، هادو عندي لي كربون، دونك عندي هنايا واحد الكربون. إذا كنبدا نومي نيميري لي كربون، دونك عندي هنايا ان كربون، ان هذا الكربون، دو هذا الكربون، تخوا هذا الكربون، كاتر وهذا الكربون، سانك. دونك عندي هنايا 3 بريم 5 بريم 3 بريم 5 بريم. اذا ها منين جايني لي 3 بريم 5 بريم؟ دونك عندي 3 وعندي 5، دونك لا مومبران، دونك المومبران، دونك عندي اللولب فاش كيكون في ليكستريميتي ديالو 3 راه كنبداو من 3، وكتكون عنده ليكستريميتي ديالو 5. دونك هنا قلنا لولبان متعاكسي القطبية. اذا هنا غادي نوضح لكم منين جاتني 3 بريم 5 بريم 5 بريم 3 بريم. اذا غادي نرسم اللولب الاول، اللي قلنا بان كل لولب يتكون من سلسله من النيكليوتيدات، وقلنا بان كل نيكليوتيد يتكون من ثلاث عناصر او من ثلاث مكونات اساسيه. طب نشأت السكر الريبوزي، يعني ما بين نيكليوتيد ونيكليوتيد كيربط بيناتهم الحمض الفوسفوري. هذا هو، غادي نديرو بشي لون مغاير، هذا هو الحمض الفوسفوري. يربط ما بين نيكليوتيد ونيكليوتيد. وغادي ننشأ قلنا واحد القواعد الأزوتية، قلنا واحد القواعد الأزوتية، يعني نخلي بلاصتها هنايا احد القواعد الأزوتية. ممكن يكون أدينين، سيتوزين، جوانين، تيمين. إذا أربعة قواعد أزوتية بالنسبة للأدن، وكذلك بالنسبة حتى الأر إن تما عنده أربعة قواعد أزوتية. هي الاختلاف اللي كاين هو أن التيمين عند الأدن والأوراسيل عند الأر إن، لأن الأر إن ما عندهاش التيمين، عندها الأوراسيل. إذا قلنا بأن الأدن يتكون من لولبان متضادان متعاكسان، بمعنى أن إذا كانت عندي هنايا الأو وهنايا ناقص الأكسجين، دونك غادي يكون الاتجاه ديال اللولب المتضاد غادي يكون العكس ديالو، دونك السكر غادي يكون غادي في العكس ديالو، غادي يكون هكا تقريبا، إذا ننشأ هنايا متضاد. اوكي، يربط بيناتهم حمض فوسفوري. اذا هذا هو الحمض الفوسفوري، ندير بي هنايا بي. اذا وكنا احد القواعد الأزوتية، أحد القواعد الأزوتية. إذا غادي ندير هنايا أحد القواعد الأزوتية. إذا عندي هنايا الترتيب، عندي هنايا ديما كنبداو من هاد الكربون، هذا هو الكربون الأول اللي مرتبط مع أحد القواعد الأزوتية. إذا كتكون عندي هنايا أن، غادي نوميها هنايا، تكون عندي دابا هنايا 1 2 3 4 5. وهنا نفس الشيء 1 2 3 4 5. شوف فين جاتني 3، هذه هي 3 بريم. هنا شوف فين جاتني 5، هي الأخيرة، دونك هنا هي 5 بريم.
نفس الشيء هنايا، هنا تكون عندي 1 2 3 4 5. نفس الشيء ديما كنبدا من الكربون الاول اللي مرتبط مع احد القواعد الازوتي، دونك انا تكون عندي 1 2 3 4 5. اذا عندي هنايا 3 بريم وهنايا عندي 5 بريم، دونك علاش الترتيب؟ دونك هنايا كنعرفوا بان احد القواعد الازوتيه، لنفترض مثلا عندي هنايا ادينين، هنا تكون عندي تيمين، وما بين ادينين والتيمين عندي جوج ديال الروابط الهيدروجينيه، دائما ما بين الا عندي، ما بين الا و تي ديما عندي جوج ديال الروابط، ما بين سي و جي ديما عندي ثلاث روابط. اذا ما بين سي و جي عندي ثلاث روابط، ما بين جي و سي كذلك ثلاث روابط. اذا اللي خصنا نعرفو ما بين ا و تي جوج روابط، ما بين سي و جي رابطة. اذا كما نعلم دونك يعني خلال الانقسام، يعني انقسام تتكاتف هذه الخيوطات وتتلولب لتظهر تحت المجهر على شكل صبغيات. اذا هذا الاي دي ان كيتلولب مع الهيستونات. اذا قلنا التلولب ديال الاي دي ان، لنعتبر هذا هو الاي دي ان 3 بريم 5 بريم 3 بريم 5 بريم. اذا التلولب ديالو، اذا التلولب تيتلولب تيتلولب تيتلولب، وفي الاخر كنحصل على صبغي. اذا التلولب يعني مع الاستونات، اذا الاستونات كيبقى التلولب مع الاستونات. دونك التلولب غادي وكيقوى حتى كنلقى واحد الخيط كثيف هنايا، في الاخير كنحصل على صبغي. دونك الاي دي ان عندي اي دي ان زائد هيستونات كيعطيني تساوي ليا صبغي. تمام، دونك التلولب كيحدث من يعني المرحله الاولى اللي هي مرحله السكون حتى المرحله الاستوائيه. المرحله الاستوائيه ما كيحبس التلولب. اذا التلولب هو تلولب الاي دي ان مع الاستونات، في الاخير كنحصلوا على صبغيات، وهذه الصبغيات اللي كتكون جاهزه للانقسام غير مباشر، وكيتنقسم لي على جوج، وكتعطيني خليه، تعطيني خليتين بنتين لهما نفس الخبر الوراثي. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، وان شاء الله فيديو قادم غادي نزيد نشرحوا اليه التعبير عن الخبر الوراثي. لا قبل غادي نتكلم على اليه المضاعفات جزيئات الاي دي ان، وعاد نتكلم على اليه التعبير الخبر الوراثي. إذن بالتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.